مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أينما كنتم إلى حلقة جديدة من شرايط نبدأها بالعناوين. في الراية القطرية حملة رقمية عالمية لإطلاق شعار المونديال الثلاثاء الساعة 20:22. في الشرق القطري الجمهور حل اللغز وفك الشفرة. في الراية الكويتية لص والطائرة ترك فلوسا كمبودية مكان المبلغ المسروق. في تشرين السورية تقليد أعمى لمظاهر الفرح في ملاعبنا أودى بحياة مشجع شاب. في ليكيب الفرنسية نيمار باق في باريس سان جيرمان. في الديلي ميل البريطانية ماني يخرج غاضبا من محمد صلاح. مشاهدينا، تفاصيل هذه الأخبار وأخرى تأتيكم بعد قليل إن شاء الله في سياق الحلقة، ابقوا معنا. إذن مشاهدينا، كما تابعنا 13 عاما على انطلاق جرايد، 13 عاما قدم خلالها جرايد الخبر وأبعاده، العنوان وخلفيته، ودائما وفقا لشعار أكثر من خبر. اليوم جرايد بات هو الخبر. 13 عاما كتب خلالها أحرفا في بلاط صاحبة الجلالة، فكان جسر عبور السلطة الرابعة إلى الشاشة الفضية. حلقة جديدة نتعرف فيها على أبرز الجديد، ولكن مشاهدينا ليس الآن. نرحب بكم مشاهدينا من جديد، ونبدأ جولتنا من جريدة الراية القطرية ونتابع هذا التقرير والذي يحمل هذا العنوان. قطر على موعد جديد مع التاريخ، حملة رقمية عالمية لإطلاق شعار المونديال الثلاثاء الساعة 20:22. عرض الشعار على واجهة معالم بارزة في قطر ودول عربية. إطلاق الشعار على شاشات عملاقة في العديد من العواصم العالمية. كتارا وسوق واقف وفندق الشيراتون وبرج الشعلة تشهد إطلاق الشعار. نتابع في صفحة أخرى من الراية هذا التقرير. إذن في أسفل الصفحة عنوان التقرير يقول: الزعيم يدق ناقوس الخطر في الشحنية. السبعية تكشف تواضع الفريق والمؤشرات غير مبشرة. في التفاصيل الجريدة تقول: إن الشحنية طرق أبواب دور المظاليم مبكرا. إذا لم يتدارك الأمر سريعا، وإن كانت الخسارة من السد أمر طبيعي، ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة وبهذا المستوى المهزوز الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. نطلع في صفحة أخرى من جريدة الراية هذا الحوار لمدير عام نادي السيلية بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة. إذن محمد علي المري يؤكد: ما حدث للسيلية لا يبشر بالخير، والبداية المتواضعة لا ترضينا ولا تلبي طموحاتنا، مضيفا: ستكون هناك جلسة مع الفريق للوقوف على الأسباب. مدير عام نادي السيلية قال أيضا: تأخرنا في التعاقد مع المحترفين خارج عن إرادتنا، هذا التأخر خارج عن الإرادة والتوقف فرصة لتصحيح الصورة والعودة أقوى. نبقى مع الراية ونتابع فيها تقريرا للكاتب صفاء العبد تحت العنوان التالي:
السلاوي متواضع ومهزوز، النقطة غير المستحقة أمام الخور وثلاثية الأهلي تكشفان المستور. الفريق غير مؤهل على المستوى المحلي، فكيف سيكون حاله بدوري الأبطال؟ وفي عناوين باقي التقرير كتبت الراية كذلك: معسكر خارجي وسلسلة تجارب، والمدرب يتحدث عن غياب التجانس والانسجام، وتساءلت ما الإضافة الفنية والبدنية التي يمكن أن يحققها لاعبون بعمر 35 و37 عاما. نذهب مشاهدينا إلى جريدة الشرق ونطلع في هذا التقرير عن حضور جماهير الأندية القطرية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد. الجمهور حل اللغز وفك الشفرة، الجمهور أجاب على السؤال الصعب بامتياز. الأندية الشعبية، تحديات مضمونة المكسب، الاهتمام والدعم بالفرق الجماهيرية، عادهم للمدرجات. وفي التفاصيل الكاتب يقول: إن الغياب الجماهيري عن المدرجات في دورينا كان لغزا عجز الجميع عن حله، وجاء حل اللغز بسيطا وسهلا للغاية، وهو الاهتمام بالأندية الجماهيرية صاحبة الشعبية في قطر. نبقى في الشرق، نطلع تقريرا آخر حمل العناوين التالية: إذن فترة التوقف فرصة لالتقاط الأنفاس، الفرص مؤاتية أمام أنديتنا لمراجعة أنفسهم. الجريدة أكدت أن الأندية التي حققت نتائج إيجابية ستعمل على الاستفادة أيضا من فترة التوقف لمواصلة أدائهم الجيد والمميز وكيفية تطويره للوصول لأفضل حالة من الجاهزية. مشاهدينا، ننتقل إلى جريدة الوطن ونطالع فيها: تأجيل عمومية العرب إلى الغد، عدم اكتمال النصاب يؤجل انتخاب الشيخ جبر بن عبد الرحمن نائبا للرئيس. ومحمد جاسم الكواري المدير التنفيذي للنادي يقول: لا أعرف أسباب غياب الأعضاء. في التفاصيل، 18 عضوا فقط هم من حضروا الجمعية العمومية من أصل 87 عضوة، يحق لهم الحضور لتؤجل الجمعية العمومية العادية ليوم الغد الاثنين، وتعقد بحضور أي عدد من الأعضاء، فيما يشترط حضور ثلثي الأعضاء للجمعية العمومية غير العادية. وفي حال عدم اكتمال النصاب مرة أخرى، من المنتظر أن يتم تأجيلها 6 أشهر. مشاهدينا، ننهي جولتنا في الصحافة القطرية، نتابع منصة الدوحة التي كشفت المستور في الكونغرس الأخير للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية. التباكي بسبب التصويت القطري المزعوم، دموع في عيون وقحة. المكتب التنفيذي للصحافة الرياضية ينفي، والاتحاد الدولي يجبر السهل على الاتفاقية. قصة ساذجة من أفكار الخبثاء كشفت أقزام الإعلام. الاستضافة الكورية للانتخابات نتاج تعهدات سابقة منذ 2017. أهل العقد أوجدوا حل المداورة السحري رغم عدم قانونيته. وفي التفاصيل تقول الجريدة إن الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي مرر روايته المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إن استضافة الكويت للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي العام المقبل تمت بعملية تصويت تنصل منها بعض العرب ويقصد قطر على وجه التحديد، بالرغم من أن عملية التصويت لم تحدث أصلا. في استاد الدوحة أيضا نطالع هذا الحوار لنجم النادي العربية غونارسون ويقول: إذا الأيسلندي أرون غونارسون يصرح قائلا: العربي يمتلك تاريخا عظيما، والمربع هدفنا، نتيجة أمام التحيل إيجابية، وكذلك نسعى لتواجد مع الكبار. في التفاصيل، الأيسلندي أرون غونارسون لاعب العربي قال إنه قبل أن يأتي إلى قطر، وتحديدا منذ أن جاء هال جريمسون مدربا إلى العربي، بدأت أتابع الدوري القطري وعرفت أن العربي يمتلك تاريخا عظيما وقاعدة جماهيرية كبيرة، وسنحاول أن ندفع هؤلاء إلى الوقوف خلف الفريق ودعمه بشكل دائم. إلى الكويت، والبداية مع صحيفة الراي وهذا التقرير.
لص والطائرة ترك فلوسا كمبوديا مكان المبلغ المسروق، فقدان 10,000 دولار من مخصصات وفد معسكر صربيا. حسين عاشور رئيس الاتحاد يدفع المبلغ من جيبه للحفاظ على حسن سير الأمور والتحقيق بعد عودة الوفد. في التفاصيل، ذكرت الصحيفة إن وفد منتخبي الكويت للكرة الطائرة وخلال توجهه إلى صربيا لدخول معسكر تدريبي تعرض إلى موقف محرج للغاية بعدما تعرض للسرقة داخل الطائرة التي كانت تنقله من تركيا إلى العاصمة بلغراد. والطريف أن اللص الذي سطع على 10,000 دولار أمريكي من مخصصات البعثة ترك مبلغا من العملة الكمبودية بدلا من المبلغ المسروق. نبقى مع صحيفة الرأي الكويتية أيضا ونتابع مقالا للكاتب الصحيفة مطلق نصار عن الأزرق الأول لكرة القدم والمشاركات الخارجية للأندية الكويتية. إذن عنوان المقال يقول يبيلنا شغل وايد. الكاتب قال كشف المستوى الذي بدأ عليه الأزرق والنتائج التي حققتها أندية الكويت والعربي والسالمية في أول مشاركة خارجية منذ 3 سنوات أن الوقت ما زال طويلا قبل العودة إلى سكة الانتصارات. يبيلنا شغل قد يمتد لسنوات من أجل استعادة الهيبة على مستوى الأزرق والأندية في الاستحقاقات الخارجية، وذلك على الجهة الفنية فضلا عن الحاجة للعمل على اكتشاف عناصر واعدة. ويبدو أن السبب في ذلك لا يعود إلى الإيقاف الذي لا شك في تأثيره المباشر على تراجع المستوى، بل إلى المشكلة الرئيسية التي تكمن في أن الأندية مو قاعدة تشتغل صح، والاتحاد يشجعها ويساندها في ذلك. ولا يخفى علينا الضعف الإداري المستشري كامل الدسم بالنظر إلى نوعية استعدادات المنتخبات وفرق الأندية التي تقام وفق أزمنة قصيرة جدا ومتقطعة وضمن معسكرات متواضعة. الرياضة الكويتية اليوم مجرد اسم وتاريخ، وهي لن تكون قادرة على المنافسة بشكل جدي إلا إذا جرى نسف المفاهيم البالية من عقلية من يديرها. نطير إلى سلطنة عمان ونفتح الملحق الرياضي لصحيفة عمان ونتابع منه حوارا مطولا مع رئيس نادي الصحم، تحدث خلاله عن العديد من الأمور المهمة التي تشغل بال عشاق النادي. عدل الفارسي رئيس نادي الصحم: بقائي في رئاسة النادي مرتبط بالانتخابات ولم نجد المستثمر الجاد حتى الآن. إلغاء منصب النائب الثاني للاتحاد منح خطير، وكذلك تجديد العضوية حق مشروع. الفارسي في حواره أكد أن فريقه لديه طموح كبير هذا الموسم وأن المنافسة حق مشروع للجميع، والصحم سيبقى من أندية المقدمة وجمهوره لن يرضى بغير ذلك. نطير مشاهدينا إلى العراق ونتابع هذا المقال من صحيفة المدى حول الكونغرس الأخير للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والذي عقد في كوالالمبور بماليزيا. عنوان المقال يقول: كوالالمبور تختبر العرب. إياد الصالحي الكاتب في الصحيفة قال: ثمة حقيقة موجعة لا تزال تثير الإحباط كلما تجمع العرب حول أمر غالبا ما تتحكم في قراراتهم إرادة والعاطفة وليس قوة العقل. الصالحي وجه دعوة صادقة لأسرة الصحافة الرياضية العربية. ما هي هذه الدعوة؟ نتابع. لدينا ما يكفي من آلام السياسة والاقتصاد والمجتمع، ولم نزل ندفع فواتير الحمقى في كل مكان لنواصل الدفاع عن حريتنا أقوياء. ولا بأس أن يواصل البعض السباحة مع التيار في ظروف معينة، لكن المهم أن يصمد الجميع كالصخور احتراما للمبدأ وعدم الحياد عنه. كونغرس ماليزيا لم يكن امتحانا للمفاضلة بين الكويت كبلد عربي وبين كوريا الجنوبية كبلد صديق، بل كان اختبارا حقيقيا لعهد العربي إذا ما أصدق أو أخلف. لم يعارض أي ممثل عربي في الاجتماع تضيف الكويت للكونغرس 23 في أغسطس 2020، وكانت هناك وجهات نظر ألا تشهد الكويت انتخابات الدورة المقبلة ويترك أمرها لبلد الرئيس دونغ، وحصل توافق كبير
التغيير في الطرح لم أشأ أن يحسم عبر مفاوضات ووساطات ولقاءات. صور بعض المغرضين الفاشلين والناقمين على التنفيذي الحالي من غير المتواجدين في ماليزيا لممثلي الدول المشاركة أن العرب تفرقوا ولم يجتمعوا على خيار الكويت. هذا تصور واهم يفتقد للنزاهة والمسؤولية. نذهب مشاهدينا إلى سوريا الآن، ومن صحيفة تشرين نتابع هذا التقرير عن شغب الملاعب واستخدام الألعاب النارية والشماريخ في الاحتفالات وما تخلفه من آثار سيئة على الجمهور. إذن مشاهدينا نذهب إلى تشرين ونقرأ: تقليد أعمى لمظاهر الفرح في ملاعبنا أودى بحياة مشجع شاب، صرخة مدوية. أبعدوا الشماريخ عن مدرجات ملاعبنا. الصحيفة دقت ناقوس الخطر حول استخدام الشماريخ في الملاعب وتساءلت هل ستمر حادثة شهيد الملاعب عبد الحليم حوا من دون حساب لمن سمح بإدخال الشموخ والألعاب والألعاب النارية إلى ملعب مباراة تشرين وحطين قطبي مدينة اللاذقية، وهنا أقصد الشماريخ. نبقى في سوريا مشاهدينا، لكن هذه المرة مع صحيفة الثورة، ونتابع مقالا حول منتخبي سوريا وبداية مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023. عنوان المقال يقول: أمل جديد. مازن أبو شمل الكاتب في الصحيفة قال بعد أن خاض المنتخب عددا لا بأس به من المباريات ووصل إلى التشكيلة النهائية، لم يعد هناك ما يمكن تقديمه على المنتخب بعناصره وإدارته الفنية والإدارية، الكثير من العمل والجهد في مرحلة التصفيات الطويلة نسبية. زخم جديد من الطموحات تحمله كرتنا في بداية مشوارها مع التصفيات الآسيوي مونديالية، عندما تواجه الفلبين على أرضها الخميس المقبل، وكثير من الشجون والهموم تضعها في ذمة الماضي لتستفتح القادم بروح المغامرة والحذر. بغياب اتحاد اللعبة وحضور لجنة تسيير الأمور، لن يكون منتخبنا الكروي إلا كما كان دائما، محط الآمال ومعقد الرجاء، على الرغم من عدم حدوث تغيير جذري أو تدخل عميق يطال البنية والأسلوب معا. وإن كان ثمة تفاؤل باستدراك الثغرات وتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء الفردية والجماعية والاستفادة القصوى من الدروس والعبر، ويبدو أن منتخبنا أكثر نضجا من ذي قبل ولديه الكثير من التجارب، وقد كسب تراكما في الخبرة تضعه في قائمة المرشحين لعبور التصفيات الأولى. نبدأ جولتنا العالمية اليوم من فرنسا، حيث تكتب الحلقة الأخيرة من مسلسل عودة نيمار إلى برشلونة، والتفاصيل من صحيفة ليكيب. نيمار يفقد الأمل من الانتقال إلى برشلونة، صحيفة ليكيب تكشف مصير النجم البرازيلي في الموسم الجاري. الصحيفة الفرنسية أكدت أن نيمار أعلن لعائلته أنه سيبقى هذا الموسم في باريس سان جيرمان، على الرغم من أنه عرض أن يدفع 20 مليونا من جيبه الخاص لإتمام انتقاله. هو من عرض هذا، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت عرض نجم السامبا لضيق الوقت الخاص بوضع تفاصيل الصفقة. من الصحافة الفرنسية إلى الصحافة الإسبانية، ولعل وقوع برشلونة في فخ التعادل أمس أمام أوساسونا قد خطف الأنظار مجددا وطرح تساؤلات حول مستقبل المنافسة في ظل نزيف النقاط. صحيفة موندو ديبورتيفو نقلت رد جيرارد بيكي قائد الدفاع الذي أطلق تصريحات لافتة بهدف شحن معنويات زملائه بعد 3 جولات على البداية، ويقول جيرارد بيكي: علينا ألا نعتبر أن كل شيء انتهى بسبب حصولنا على 4 نقاط من أصل 9، الدوري لا يزال في البداية والمشوار طويل. وتناول بيكي ركلة الجزاء التي تمكن من خلالها أوساسونا من معادلة النتيجة في الدقيقة 81، فاعتبر أن هذا الأمر لم يكن يستحق احتساب ركلة جزاء على الإطلاق. الجولة مستمرة في إسبانيا، نتحول الآن إلى اهتمامات أخرى كشفتها صحيفة آس، ونتابع ماذا كشفت.
بعدما ترددت أنباء كثيرة عن احتمالات تولي المدافع الفارع الطول رئاسة برشلونة مستقبلا، خرجت علينا صحيفة آس بتقرير يقول يبدو جيرارد المرشح والمفضل كرئيس مستقبلي بالنسبة لجماهير البلاوغرانا، خصوصا إذا ما تكون لديه فريق عمل قوامه تشافي المدرب وبويولا المدير الرياضي. ويتابع التقرير سينهي الرئيس الحالي ولايته عام 2021، لكن حتى الآن لا يبدو بيكي راغبا في الترشح إلا إذا ألح المشجعون عليه لدخول السباق الانتخابي. نقلب الصفحات الإسبانية والمدريدية تحديدا، حيث نشرت آس معلومات عن قنبلة سيفجرها ريال مدريد في اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية. بين المزح والجد تحدث المدرب زيندان زيدان عن مفاجأة مدوية منتظرة للنادي الملكي، فما هي يا ترى؟ تقول الصحيفة وحده بول بوغبا سيكون القنبلة التي تحدث عنها زيندان زيدان جديا، وكما قال زيزو يمكن أن تكون هناك مفاجأة أو اثنين قبل إغلاق سوق الانتقالات. ويتابع تقرير آس لا يمكن أن نستبعد على الإطلاق الدخول مجددا في مفاوضات مع نيمار، خصوصا مع تردد المعلومات عن ابتعاد برشلونة عن النادي الكتالوني. الجولة متواصلة في مدريد، ونتحول الآن إلى صحيفة ماركا التي تناولت الرحلة الأخيرة للحارس كيلر نافاس. الحارس الكوستاريكي يسير بخطوات واثقة للخروج من النادي الملكي، وهذا ما أكدته الصحيفة التي تدور في فلك نادي العاصمة. وينقل التقرير عن زيندين تأكيده أن المباراة المقبلة للنادي الملكي الليلة مع فياريال ستكون الأخيرة في رحلة كيلر نافاس مع الفريق. ويتابع التقرير بالتأكيد باريس سان جيرمان ينتظر الحارس بالشوق، فالمدرب الألماني توماس توخيل اضطر لإشراك الحارس البولندي مارسين بولكا صاحب 19 عاما أمام ميتسا. ننتقل مشاهدينا الآن إلى صحيفة توتو سبورت التي نشرت تقريرا عن الفوز الدراماتيكي الذي حققه يوفنتوس على ضيفه نابولي. إذن صحيفة توتو سبورت تقول في عنوان تقريرها يوفنتوس حتى الرمق الأخير نابولي يسقط. وفي التفاصيل وصفت الصحيفة الإيطالية قمة الجولة الثانية من الكالتشيو بالمباراة المجنونة، حيث تقدم حامل اللقب بثلاثية نظيفة قبل أن يدرك الضيوف التعادل بشكل مثير وقبل النهاية بتسع دقائق. وأضافت الصحيفة في نهاية المباراة ابتسم الحظ لأصحاب الأرض بعد أن سجل كاليدو كوليبالي مدافع نابولي هدفا في الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، مانحا يوفنتوس نقاط المباراة كاملة. في انجلترا كشفت صحيفة ذا سان ان مكتشفي المواهب في مانشستر يونايتد قرروا البدء بعملية البحث عن لاعبين يشغلون مركز حارس مرمى. وأشارت الصحيفة البريطانية أن السبب يعود إلى تخوف الإدارة من رحيل الحارس الإسباني ديفيد ديخيا في فترة الانتقالات الشتوية شهر يناير المقبل. وقال ذا سان أن رحلة البحث عن حارس جديد بدأت فعليا، خاصة أن الحارس الإسباني لم يوقع حتى اللحظة العقد الجديد الذي عرضته عليه إدارة الشياطين الحمر منذ أشهر. وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق الإنجليزي ستقع في ورطة في حال رفض اللاعب والتوقيع، لأنه بذلك سيصبح بمقدوره مغادرة الأولد ترافورد دون قيود، حيث أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري. مشاهدينا ننتقل الآن إلى صحيفة ديلي ميل التي نقلت لقرائها تفاصيل الحادثة الغريبة التي رافقت لقاء بيرنلي وليفربول. وتقول الصحيفة البريطانية أن السنغالية ساديو ماني نجم ليفربول غادر أرضية الملعب بشكل غاضب وملفت عند استبداله بالسويسري شاكيري، والسبب ليس قرار المدرب الألماني يورغن كلوب، إنما زميله في الفريق محمد صلاح الذي رفض تمرير الكرة له خلال اللقاء في أكثر من فرصة. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إن شاء الله غدا حلقة جديدة، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.